السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم. النهاردة بنتكلم عن الصفحة رقم 30 و 31 من الفصل الثالث لنموذج بسيط للنجاح من كتاب ركز في فن التفكير بوضوح، الكتاب لفيلرلي بيرس. الكتاب دليل تام للنجاح، وبيرس محترفة في مجالها. بيرس صحفية في ساندي بيزنس بوست، وهي اللي كاتبة الكتاب اللي اسمه ركز فن التفكير بوضوح. مقدمة بسيطة: إن التركيز أمر طبيعي، فقد ولدنا جميعا ولدينا غريزة التركيز على ما نريد والإصرار على الحصول عليه، ولكن بينما يتقدم بنا العمر وتصبح الحياة أكثر تعقيدا، يصبح من الصعب الحفاظ على هذا التركيز، لأننا نغرق في فيض من الخيارات والمعلومات. يعلمك هذا الكتاب كيف تستعيد تركيزك من خلال فن التفكير الواضح، وتبين لك فيرلي بيرس المهارات التي تحتاج إليها لترى بوضوح ما تريد، لأنها تساعدك على اكتساب قوة الإرادة والانضباط الذاتي والمهارة العقلية لتحقيقه. وسوف نتعلم ما يلي: التخلص من فرط المعلومات، تحويل التفكير السلبي إلى فعل إيجابي، التفكير بوضوح في اللحظة الحالية من أجل تحقيق أهدافك. فيرلي بيرتس مستشارة في مجال الأعمال الدولية ومؤلفة وحدات التفكير الواضح والنقدي التدريبية. النهاردة هنتكلم عن المثابرة. المثابرة هي بمثابة العمود الفقري، كما تعني القدرة على تحمل الاستمرار في التركيز على الدرجات النهائية من سلم تحقيق النجاح. إن آخر منحنى لك على السلم نحو تحقيق كامل إمكاناتك عبر التفكير الواضح هو القدرة على التحكم في الطريقة الذي تنتقل بها أفكارك من أجل إنجاز الأمور. وحتى الآن فإن أول منحنى تعلم لك قد سلط الضوء على ضرورة التركيز للتنفيذ، لتمضي قدما وتدعم قضيتك. ومن أجل هذه الدرجات المتبقى في السلم، نحن نحتاج إلى عكس الفكرة، لأن النجاح معتمد الآن على الطريقة التي ننفذ بها لنحافظ على تركيزنا وتركيز الآخرين. نحن لم نعد نركز للتنفيذ، بل الآن ننفذ مع التركيز. ويعد هذا الانعكاس، التنفيذ مع التركيز، أمرا ضروريا إذا أردت ألا تتوه داخل متاهات التنفيذ، وربما لا يتم العثور عليك مطلقا. تتطلب الدرجات الأخيرة من السلم المثابرة واحتياج أكبر إلى الحفاظ على التركيز. إن أعلى درجة من التركيز والتفكير الواضح ضرورية لتشقق طريقك عبر اللقاءات والمفاوضات الصعبة، كي تتمكن من الحصول على ما تريد في الوقت الذي تريده. هذه الدرجات من السلم هي الأعلى والأكثر صعوبة، ومن الناحية المرئية يمكنك أن ترى أن الأمر ليس سهلا، حيث إنه على هذه المرتفعات من الإنجاز التي تدير الرأس. قد تشعر بدوار ويغيب عن نظرك ما تريد تحقيقه، وبينما تسعى نحو هدفك ربما تشعر بأن الأمر كان أسهل عندما بدأت رحلتك. إن الدرجات الأخيرة عبر المثابرة هي الأكثر صعوبة، لكنها تضمن لك أن تكون قادرا على الإمساك بزمام الأمور بينما تمر عبر مستنقع اتخاذ القرارات الجماعية. أنت تحتاج إلى أن تكون قادرا على التعامل مع المواقف عندما تسقط آراءك وآراء الآخرين فريسة لأخطاء معينة في التفكير، تتيح لك أن تسقط قرب نهاية الطريق لتحويل الأفكار إلى أفعال.
أنت بحاجة لأن تكون قادرا على التصرف بطريقة لا تفقدك التركيز على الإطلاق. مهما كان فيض المعلومات الذي يغمرك، ومهما كان مقدار المقاومة التي تواجهك، ومهما كان مدى تشكك في نفسك. ولذا فإن منحنى المثابرة التعليمي يساعدك على تغيير الصراع إلى تعاون سلمي، والتصرفات المتزعزعة إلى قرارات ملتزمة. من السهل للغاية أن تتشتت، لكن التنفيذ مع التركيز سيضمن عدم حدوث ذلك. وإن هدفي هنا هو أن أبين لك أساليب المرونة والتحفيز لتحقيق التفكير الواضح عندما تحتاج إليه في هذا المستوى أو المرحلة المتقدمة من التفكير السريع. دعني أخبرك بقصة عن إحدى المشاركات في دورتي التي طبقت تلك الأساليب ونجحت نجاحا باهرا، حيث استطعت تحديد الخطأ في فكر الميكانيكي الذي كان يصلح سيارتها، الذي لم يكن قادرا على رؤية أنه ليس لمجرد أن أحد الأفعال يسبق الآخر، فإن هذا يعني أن الفعل الأول هو سبب حدوث الفعل الثاني. فمع تفكير أن الواضح استطاعت أن ترى هذا، ومن خلال ذلك وفرت على نفسها الكثير من المال. انتهت حلقتنا النهاردة، وإلى لقاء متجدد إن شاء الله.